كنحتفلوا دائما بالمناسبتين والعيدين الوطنيين، عيد العرش وعيد ميلاد الامير مولاي الحسن. فدائما كنديروا هذه الاعياد هذو بمدينه المحمديه، نظرا للساحه واللي يعني البحر وحضور كثيف ديال الجمهور اللي هو كيحج لهذه من عشاق هذه السيارات هذه. فالحمد لله راك كتشوف الجمعيات كلهم جاو من مختلف المغرب، من المدن المغربيه، من طنجه للكويره. كاينه هنا تقريبا 35 جمعيه، والعدد السيارات راه 120 سياره اللي وصلنا دابا. فالحمد لله كل شيء ناشط وكل شيء فرحان. وكنتلاقاو هنا في هذه الاعياد باش نحيوا صله الرحم، ونشوفوا الاخوان ديالنا اللي كيجيو من جميع انحاء المغرب باش نحيوا صله الرحم، ونعاود نجدوا معاهم ونعاود نشوفوا فين وصل السيره العتيقه. وكذلك نعطي واحد القيمه مضافه للسياحه المغربيه كما كتشوف. فحضور كثيف ديال هذا الجمهور هذا اللي حضر معنا كنشكرهم، وكنشكروا جميع المتتبعين وعشاق الرياضه. الحمد لله دابا السيركوي غادي يبدا من مدينه المحمديه، ندورو جولات مدينه المحمديه، اهم شوارع مدينه المحمديه، ثم اتجاه الى مدينه بن سليمان كذلك، باش ناخذوا واحد الراحه تمايا وواحد حفله شاي من طرف سيد عامل عمله بن سليمان، ثم الرجوع الى مدينه المحمديه لتناول وجبه الغداء، وتما كنكملوا الاعمال ديالنا والاجتماعات ديالنا، وكنوجدوا الرالي اللي هما جايين ان شاء الله. فكاين راليات مقبله اللي ان شاء الله كنوجدوا ليها في شهر 9 وشهر 10 في اخر السنه كذلك، غيكون واحد الرالي كبير اللي غيشد من مدينه أكادير حتى المدينة وجدة وبركان والناظور. جو في بارتي ديال واحد الجمعيه ديال السيارات العتيقه ديال الدار البيضاء، واليوم جينا للمحمديه بمناسبه عيد ميلاد الامير مولاي الحسن، وخرجنا تقريبا واحد 70 ولا ما يفوق 80 سياره، جاوا من انحاء المغرب، من الناظور، من اكادير، تطوان، طنجه، الرباط. وانا جيت شاركت بهذه السياره هذه ديال سيتروين تراكسيون موديل 1948، وكنشجعوا الجيل الجديد اللي طالع ان شاء الله باش يحافظ على التراث ديال السيارات، وراه كنحاولوا حتى حنا نحافظوا عليهم، وكنصيانه ديالها ولي بياس دو روشونج كنحاولوا نديروا كل شيء دوريجين، ونتمنوا ان شاء الله عاوتاني نديروا الخرجه الجايه باذن الله ويكونوا مشاركين معنا اكثر من هذه المره. هذه دوريجين، هذا هو الماسين كيجيبوا العظم، كاين النبو كيجيبوا، ماشي النبو 75 كيجيبوا. اليوم مشاركين بالكورتا 1973، جينا من الدردوش باش نشاركوا في معرض ديال المحمديه، انه رئيس الجمعيه السابقه ديال الوكيلي. كون واحد باش نبلي، حنا مبليين دابا في السيارات العتيقه، كنجيبوهم من اوروبا ونعشروهم ونصوبوهم ونركلوهم، وكنديروا بهم جوله في المغرب كامل. معروفه الدردوش المرسلي، هي ومدينه الناظور معروفين بالمرسلي في الصعيد الوطني صراحه. عام 1973، ولكن يلاه ديونا في 2023 رجبنا من هولندا وصلحناها شويه، والحمد لله دابا كندير بها جولات في المغرب.